اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير. النهارده ان شاء الله هنعمل رز بطريقه مختلفه، طريقه طعمها هيعجب حضراتكم، وحاجه مكوناتها سهله جدا. معايا حوالي كيلو رز، عندي زبده هاخد 4 معالق زبده، عندي حوالي 3 ارباع لتر لبن فريش، وعندي بصلاية، وعندي قطعه فحم صغيره اخليها اولعها اوريكم هنعمل بيها ايه في الاخر. على بركه الله هنبدا نشوف هنعمل ايه. نجيب الحله بتاعتنا، برضو هنا نخليها على نار هاديه خالص عشان هستعملها في الاخر. بسم الله. جربوا الطريقة دي وبإذن الله هتحوز الإعجاب. يعني طبعا أنا ممكن أنقي البصل اللي مفهوش قلوب كتير كده هوت، بس احنا بنجيب الحاجة اللي موجودة زي ما حضراتكم بتجيبوها، بتبقى متقفلة من بره ما نعرفش من جوه فيها ايه، بس هي كلها في الآخر هتدي نفس الطعم، مفيش أي مشكلة. بنشتغل مع حضراتكم بطبيعتنا بنفس البصل اللي موجود اللي متوفر، مفيش أي حاجة. كده اهو. نفس القصة. أنا عايز البصلاية تبقى عريضة كده. دي القطعة بتاعتها، بنجيبها كده. طبعا بخلي الحلة تسخن، ادي نقطة زيت، وبنزل بالبصلة بيها الصدمة بتاعتها. افتح البصل كله من بعض ما بين البصل وبعض، بفتح كل البصل عشان يبقى جوه الزيت. ما نزلتش بالزبده خالص لحد دلوقتي، ما عملتش اي حاجه. ممكن اشيل ده بقى خلاص. تغيير يا جماعه، ونفس المكونات موجوده في البيت، بصل مع الزبدة أو السمنة حسب ما حضراتكم عايزين. ولو عايزين تستكفوا بالزيت بس أنا بتكلم على أساس إن هناكل حاجة زي الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا الفحم بتاعنا أهو شغال. فحماية صغيرة هتديني الفكرة اللي أنا عايزها. أدي البصلاية، بجيب الرز كيلو، كده واقلبه كويس بالطريقة دي مع البصل. لازم الرزاية تسخن كويس. Thank you.
فلفل اسمر، ادي فلفل اسمر، وادي سنه كمون بسيط يعني ذره مش كتير، لان انا مش عايز طعمها، بس نفس القصه دي. شايفين في حد يقول يعني دي هتعمل حاجه مثلا او هتدي طعم؟ اه هتدي طعم في الاخر، واحنا بناكل نحس ان في تيست مختلف، والا ما كناش عملنا البصلايه بالطريقه ديت، ولا عملنا فحم، ولا جهزنا لبن، ولا جبنا زبد. ابدا انزل بالزبده دلوقتي عشان اخد الطعم بتاعها. ونقلبها بالطريقه دي، ندخلها جوه الرز مع التقليب. وجربوا يا جماعه وشوف. طبعا طريقه جميله ونفس الخطوات اللي عملتها، حاولوا ان انتوا تعملوا زيها، وان شاء الله في الاخر هتلاقوا طعم مختلف وطريقه سهله ما فيهاش اي حاجه. بس اهم حاجه ما نستسهلش الامور، يعني نحاول ان احنا يعني نعملها بنفس الطريقه، نقطه الزيت الاول مع البصله والتقطيع اللي احنا عملناها، وبعد كده نبدا ننزل بالرز وننزل بالزبده في التوقيت ده. انما انا لو نزلت بالزبده مثلا الاول مع الزيت، او نزلت بزبده بس، بحس ان ريحتها مش زي ما هي تنزل على نايف ناي، ما تنزلش ايه يعني مباشره على النار. الحاجات دي ملحوظه برضو، بتبقى ايه بتفرق معايا في الطعم في الاخر. والا كان كل حاجه بقت زي بعض، وما فيش بقى مشكله ان احنا نعمل البصله ونجيب حليب فريش مثلا، او نولع حته فحمايه عشان ناخد منها ريحه معينه. بعد كده نقلب برضو الرز كده، طبعا ريحة البصلة بدأت تبان مع مع الرز. بجيب اللبن، بسم الله، بالطريقة دي، وببدأ أكمل بالمية السخنة كده، ونقلب مع بعض. وادي الملح، واسيبه اول ما يبدا يغلي ببدا اوطي عليه النار. بعمل حاجه بسيطه قوي يا جماعه، ادي الفحمه بتاعتي على النار، بجيب ورقه سيلفر، ورقه زي دي كده. اقول لحضراتكم ليه، طبعا هتقولوا خد ورقه كبيره، لا مش كبيره ولا حاجه، انا عشان خاطر تبقى حضراتكم عارفين يعني تتحكموا في الفحمية اهي بالطريقة دي كده. نفس الطريقة دي كده اهي، بحيث ان انا امسكها مفيش اي مشكلة، احطها كده اهوت وانزل بيها معاها، ما عندناش اي. طبعا الرز بيتشرب، وادي الفحمة هنوطي عليها كده اهو عشان
ما تستويش زيادة عن اللزوم وتدوب. ايه رأي حضراتكم؟ هنسيب دي زي ما هي كده ونطلع فاصل يكون الرز اتشرب ونوريه لحضراتكم هيبقى عامل ازاي.